صناع النجاح. إعداد مشاعل القاسمية، إخراج جلال الخويطري. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح، النجاح، النجاح. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسوادنا نرقى للمجد لا للصبر لا للمحن. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصام لا للمحن. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معاكم سميحة الشيباني، مصممة جرافيك، خريجة كلية العلوم التطبيقية بعبري، بكالوريوس تصميم جرافيك. من منطلق تخصص دراستي، قررنا أنا وأربعة من صديقاتي نعمل بزنس صغير قبل أن نتخرج، بحيث أنه لما نتخرج يعني تكون الناس تعرفنا ونكون كوننا السمعة على الأقل. طبعا قبل أن يتكون هذا المشروع كان في مجموعة من التحديات، اللي هي أول شيء أن الدراسة خارج مسقط، وخصوصا مع ظروفي الصحية اللي هو مصابة بمرض إكثيوسس. والحمد لله يعني أنا في رضا تام بهذه الحالة، حسيت أنه صديق أكثر من مرض، ونقطة في صالحي أو علامة تميز لي أنا، والحمد لله. ففي السنة الثالثة من دراستنا قررنا والله أن احنا نعمل مشروع يختص بالتصميم الجرافيكي والمطبوعات. سمينا المشروع 92 ديزاين، بحيث أنه كلنا من مواليد 92. الحمد لله قبل أن نتخرج مسكنا مناقصات، بدينا نكون لنا قاعدة زباين، بدينا يعني نأسس نفسنا صح، نفهم في التجارة، لأن معرفتنا بالتصميم فقط مش كافية، لازم يكون الإنسان يعني يشمل جميع الجوانب، يعني يعرف شوي في التجارة ويعرف في التصميم عشان يمشي صح. فالحمد لله تخرجنا والأمور طيبة وماشي الأمور. بس المشروع وين التحدي؟ أولا المشروع بدأ بدون رأس مال، إنه بس اللي كلنا نمتلكه لابتوبات الدراسة، وبدينا نصمم عليها بدون طباعة. بعدين شوي شوية بدينا نسوي تصميم مع طباعة، وكذا مع الأيام بدينا نوسع خدماتنا. التحدي الكبير بعد ما تخرجنا الحين، إيش المكان اللي يجمع يعني أربع بنات في مكان واحد؟ إيش اللي يخلي سميحة تأسس وتركز وتدير الموضوع في يعني مكان يناسب جو العمل؟ بعد التخرج يعني بفترة ما استأجرنا مكان، ظلينا يعني كمشروع منزلي. كثير تحديات، لقائنا مع الزبائن، المطبوعات ما في استقرار ابدا. يعني انا ما ضد المشاريع المنزليه، ولكن الانسان يعني يعتمد ايش نوعيه مشروعه، والمشروع ما يبقى على حاله، اذا تهتميت فيه يتوسع ويكبر، فيحتاج مساحه اكثر، يحتاج جو عمل احسن، خصوصا ان احنا نتعامل مع الجنسين الرجال والنساء. فالنساء عادي بتقولهم والله تعالي البيت وممكن راويش اعمالنا وكذا، لكن الرجال يعني صعب، لانه خصوصا بيت وخصوصيه يعني. فكنا يعني نستعين بالمقاهي وهذا، ومشينا حالنا الحمد لله، لين ما جات اللحظه اللي خلاص لازم نحسم الموضوع ونستاجر مكان. والحمد لله الحين صار عندنا موقعنا في الموالح الجنوبيه، وفتحنا خدمات الطباعة، صرنا نعمل ورش عمل في التصميم والمطبوعات، صرنا نعمل تنظيم للحفلات والمؤتمرات، يعني حتى خدماتنا توسعت. بعدين لما الواحد يكون عنده موقع، الإنسان يعني الزبائن يعطوك قيمة أكثر، يحترموا شغلك أكثر، ويحترموا شخصك. وشيء كثير مهم حبيت أقولكم إياه، الإنسان قبل لا يأسس له تجارة يأسس له شخصية. إذا الإنسان عنده شخصية ويعني وأسلوب مع الناس وعلاقات حلوة، يعني كثير أسهل إنه يوصل من إنه إنسان غير اجتماعي، يعني لأنه التجارة كذا تحتاج.
والحمد لله رب العالمين. كل اللي أنا فيه اليوم بفضل ربي وبفضل أهلي، يعني هم الداعم الأول. يعني صح أنه الأهالي بعدهم في ثقافة ريادة الأعمال يعني مؤمنين بالوظائف أكثر من ريادة الأعمال، لكن جاري الإقناع يعني الحمد لله، لأنه هم يوم من الأيام أنت بتوصل وبيشوفوا إنجازاتك، يعني بيكونوا أول حافز حالك، بس أنت يعني تثبت لهم أنت أنك تقدر توصل. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصاب لا للمحن. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصاب لا للمحن. صناع النجاح. فالحمد لله، وأوجه الشكر لفريق عمل 92 ديزاين، أنفال الشامسي، كوثر الجابري، أسماء الحاتمي، اللي وقفوا معاي يعني خطوة بخطوة في تأسيس المشروع هذا. وخططي المستقبلية إن أنا أوسع هذا المشروع وأفتح مشاريع ثانية وجلسة أشتغل عليها يعني، وعسى أن الله ييسر هذا الأمور. نصيحة للشباب، اللي ما يمتلك صبر لا يدخل في مجال البزنس من الآخر، لأن البزنس بس يحتاج يعني طولة بال، يحتاج صبر، يحتاج أنه الإنسان يكون طموح لأبعد حدود. يعني ما عندي حد أفتح مكتب وخلاص، أهم شيء فتحت مكتب، لا، يقدروا يعني يوصلوا لأقصى مرحلة ممكنة. وأسأل الله أنه يرزقنا أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، وإنه يكون هذا المشروع يعني يفيد ويستفيد من الناس بإذن الله. سميحة الشيباني، مصممة جرافيك، خريجة كلية العلوم التطبيقية بعبري. صناع النجاح. كنتم مع برنامج صناع النجاح، إعداد مشاعل القاسمية، إخراج جلال الخويطري. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح، النجاح، النجاح. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصعب لا للمحن. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصعب لا للمحن.